أهلا وسهلا بكم في مشكاة ولاء، يا رب المشكاة دائما تكون لكم نور وبركة. أعتذر عن التأخير في الرسالة، ولكن لأن الرسالة أخذت مني وقت ما يقارب الساعتين أو 3 ساعات لمحاولة كتابتها. قد تجد نفسك أنك ترغب بالاستماع للجزء الأول من الرسالة عدة مرات، سيفيدك ذلك. أيضا خذ ملاحظات على حسب ما تدركه من هذه الرسالة. هناك أنواع مختلفة من التوائم، نعم، وهناك أيضا أطياف متعددة. على سبيل المثال، هناك ذوي الطيف الأزرق، البرتقالي، الأحمر، الأخضر، هي بألوان طيف الألوان أو طيف قوس قزح، وأيضا هناك ألوان أخرى. أيضا هناك مجموعات أو جماعات روحية متعددة مثل السرافيم، شرابيم، أوفانم، وجميعها بأصول ملائكية. من المهم أن تحاول أن تستشعر الجانب الملائكي فيك وفي توأمك، وإن موضوع القبائل الروحية والعوائل الروحية والأطياف موضوع كبير جدا، ولذلك من المهم أن تجري بحثك أنت الخاص وتحريك إذا شعرت أن الكون يدفعك لذلك. لقد تم الحديث عن هذا الموضوع في كورس في عام أعتقد 2019. سأحاول إعادة النظر في إعادة هذا الكورس بعد شهر رمضان المبارك. كل ما يهمك في هذا الموضوع هو معرفتك أنك خلقت أنت وتوأمك من نفس البويضة الكونية أو من نفس الفص. النقطة الثانية، التطهير سيكشف لكما رسالتكم الروحية والقدرات والمواهب التي ورثتموها أنتم الاثنين، ولذلك تذكرها وصقلها مهم. النقطة الثالثة، أنتما موجودين أيضا لمساعدة القبائل والعوائل الروحية الأخرى من خلال تجربتكما في التطهير، تجربتكما في الخلق، وتجربتكما في استذكار أو إعادة تذكر المواهب والقدرات التي منحتموها. أيضا التوائم حاليا في طور تطهيرات لماذا تعني المملكة والملك الإلهي وتحضير مملكتهم. إن طاقة الذكورة تمر بتطهير طاقة الملك، وماذا يعني الملك؟ الأبوة، القوة، الشجاعة والقيادة، الارتقاء والهبوط بين عوالم الروح والعوالم البشرية، الإصرار، التراتيب الإلهية والخطوط أو الخطوط الزمنية، وأيضا ماذا يعني التوقيت الإلهي، الخصوبة الحقيقية والخلق، الإمداد، الإتقان والاحتراف، الرأفة والرحمة، النضج، الاتزان في العطاء مع الآخرين والاتزان في العطاء كأب. بالنسبة للسيدات أو لطاقة الأنوثة، هي تمر أيضا بفهم أو بتطهير طاقة الأمومة، وماذا تعني طاقة الأمومة الإلهية، الريادة، القدوة، الأنوثة الإلهية، الشجاعة والحرية، الجمال، الطيبة والحكمة، احتواء الطاقة الروحية والإلهية، الرأفة والرحمة، الارتقاء، احتواء البركة وكيف تكون هي أيضا بركة، الحب والرعاية. إن التوائم أرواح قديمة، وهم يحملون خبرة عالية، جمالا ونضجا، وسيحيون ممالكهم، وستأتي تلك الممالك قريبا، وإن هيكل تلك الممالك قد تحقق في السماوات وفي الأبعاد العليا، فاستعدا لتجسيده على الأرض. أيضا لقد خلقت أنت وتوأمك كما أسلفت من بويضة كونية واحدة، ولم تفترقا أبدا عن بعضكما، ولقد تجسدتما في أجساد طينية هنا على الأرض. أنتما لم تنفصلا أبدا، كنتما وما تزالان وستظلان متصلين روحيا. هذه تذكرة لكما لترجعا إلى هذا اليقين مرة بعد أخرى، خصوصا عندما تشعران أنكما لوحدكما أو أن أحدا منكما وحيد. ربما يا من تسمع كلامي تمر بأيام تشعر بشوق شديد للحميمية وللقرب، خصوصا إذا كانت اتصالك مع توأمك في العالم المادي محدودا أو لا يوجد اتصال. إن الرحلة تتضمن قضاء وقت في كهفك أو في عزلتك، التشافي،
التأمل العميق والبحث الروحي. ربما تطورت لدرجة لاحظت فيها أن الجنس في البعد المادي لم يعد يملأك ولا حتى تلك المواعدات. إن روحك تشتاق لتوأمك وتمتلئ بهذا الشوق، وهذا شيء جيد. لذلك أيضا كن محبا لطبيعتك البشرية، كن محبا لنفسك بكل ما فيك، احمل أفكارا محبة عن نفسك، وعش في مخيلتك لحظات حضوركم المقدسة في الأبعاد العالية والسامية لا وجود للزمن. أنتما، أي أنت وتوأمك، مندمجان ممتزجان في حرم الجمال الذي خلقه الله لكما. إن خلق الخالق بديع أزلي خالد أبدا ما خلدت روحكما. إن حجم المعاناة الذي مررتما به في تجربة البعد الثالث على مدى عدة حيوات يحدد درجة ارتقائكما وعودتكما إلى حالة القدسية. عندما تشعر أنك منفصل عن توأمك أو عن طاقة توأمك في البعد المادي فكن مطمئنا، لأن تلك فترة تطور بالنسبة لكما، وإن روحكما تدفعكما للتواصل الروحي. تذكر دائما أن ذاتكم العليا واحدة، ويمكنك التواصل مع توأمك من خلال ذاتكم العليا ومن خلال البعد الخامس أو طاقة البعد الخامس. أيضا الحميمية بين التوائم من أكثر الوسائل التي توصل إلى أبعاد عليا ووعي عال جدا. عندما يلتقي التوأمان فإن حبهما وحميميتهما تخلق طاقة ثالثة ويتشاركانها بطريقة متناغمة. ذلك هو الشغف وهو اتحاد الروح، وإن الحميمية تصبح أداة مقدسة بالنسبة لهما. لذلك فإن تردد التوائم يعكس لبعضهما الاتحاد ويصبح قويا جدا مع الزمن، كما لو أنهما يعيشان في الجنة. عندما يتحدان حتى على المستوى الحميمي تمتزج طاقة الأنوثة والذكورة في مستويات متعددة من التناغم والجاذبية، ويقع ذلك بشكل متسارع جدا. إن الطاقة الكهربائية تتدفق بينهما، وإن الوعي العالي يجعل جميع شاكراتهما تتناغم مع الطاقة الكونية وتنعكس كاتحاد وامتزاج التوأمين لوحدة واحدة. يشعر التوأمين كما لو أنهما في عدة أبعاد وتملأهما المعرفة واليقين، يتلاقى عقليهما وتتلاقى الروح، ويصلون لحقيقة الكون من خلال وصولهما إلى المعرفة التي يحملانها من أبعادهما المتعددة ونشواتهما المتعددة. إن الوقت والزمن لا وجود له في نشوة الروح، ولا يوجد في حقيقة أي منهما. في العلاقات في البعد الأرضي الحميمية تترك الأجساد مستنزفة، الرجال ينامون والنساء يمارسن روتينهم المعتاد، ولكن الحميمية بين التوائم في اتحادهما هي طاقة خلاقة مستعدة للبناء. تلك هي شعلة الكندليني. وإن النشوة العقلية أيضا تحدث في عقليهما وترفع وظائف العقل لكل منهما. ذلك يخلق تجربة وعي برؤى لا متناهية، ويحدث اتزان في العقلين في الجسدين وفي الروح، ولا يمكن الشعور بالاستنزاف. في الحميمية يصبحان هما مدركين للواعي واللاواعي، وهي عملية اتزان للروح التي يحملانها مع الكون ومع الخالق، ولا يمكن وصف هذه التجربة بالكلمات. إن الحميمية بين التوأمين سترشح أي معيقات على السطح، وذلك سيؤدي إلى عملية التفريغ. ولذلك من المهم أن تبدأ بمعاينة المعيقات، ويجب أن توقف الحميمية مع أي شخص آخر في خلال تجربة توأمتك، لأن القناة الطاقية بين التوأمين تتطلب التشافي والتطهير الكامل واستعادة سريان النور الإلهي من المصدر ليتدفق بكل حرية بين التوأمين. قد تمر بعجز جنسي، وهذا يشير إلى ضرورة التعامل مع الشكرات الأولى، ويشير إلى وجود الكثير من المعيقات في جسد المشاعر لديك.
بعد الالتقاء بتوأمك قد تجد أن الكون يوجهك إلى ضرورة البقاء في صيام وإحصان، أقصد صيام الفرج وإحصان العين والفرج، لأن ذلك أيضا ستجده أنه ستجد نفسك أنك في تجربة روحية وجسدية حتى مع توأمك، حتى وإن كنتما منفصلين في البعد المادي ستجد أنك تعيش الجنة على الأرض، وأنكما تمتزجان وتندمجان مع تقدم الوقت في التجربة. ذلك أيضا يعني سنوات من الإحصان لأنك تستعد لتوأمك، وأيضا يعني قليلا من التواصل أو حتى انعدام التواصل في البعد المادي. قد يتواجد توأمك في النصف الآخر من الكرة الأرضية، وقد تجد نفسك لا تملك أي وسيلة تواصل معه إلا من خلال بعض الرسائل في لحظات زمنية يعني قليلة جدا، وسيأخذ منك بعض الوقت لإدراك واستيعاب أن توأمك لم يستيقظ بالدرجة التي استيقظت أنت بها، لكن توأمك والطرف الآخر في التوأمة سيصل إلى الاستيقاظ في الوقت الإلهي المقدر له. إن طاقة الإحصان ستعمل لتطهير توأمك من شركاء الجنس في البعد المادي في البعد الثالث، وطاقة الجنس الأرضية من ماضيك أنت، ولأنه ليس لأي من هؤلاء دخل بطاقتكما أو بالطاقة الخلاقة لكما. أنتما تستعدان للقاء والاتحاد إلهي، ولذلك أنتما تصومان وتحصنان فرجيكما وأعينكما وأنفسكما. كما أسلفت سأبدأ هنا بقراءة الطاقة من الأكاشا. ربما تجد أنك تستعيد بعض الذكريات مع توأمك، أو يستعيد توأمك ذلك. ربما أيضا تشعر أن خط حياتك يمر عليك في هذه الفترة. هذا يحدث ذلك لسبب، هو أنك تزيد يقينك وتوسع مداركك بتعددية الأبعاد لكما أنت ولتوأمك، ولتتأكد أنكما بدأتما أو وصلتما أيضا إلى الإتقان في التعرف وتمييز حدسكما، وهو الهادئ والمطمئن، وردات فعلكم الاندفاعية والتي تكون طارئة ويكون فيها خوف. أيضا يحدث تمرير للشريط حتى تتعرف أو تدرك جميع قدراتكم الروحية. هذا الوقت مناسب للتأمل، للتطور، للتشافي، لإيجاد الإرشاد أو للممارسات الروحية. إن الجانب الأنثوي حاليا في كلاكما منفتح واستقبالكما عالي، ولذلك ثقة بصوت القلب والذي سيدلكما للعظيم القادم إلى حياتكما. أيضا الكثير من التوائم حاليا يستقبلون ترددات أطفالهم القادمين للأرض. إذا كنت كانت هذه إحدى أمنياتك أن يكون لديك أطفال ولم يكن عندك أطفال، إذا كان لديك أطفال فربما أنت قلق بشأنهم، وذلك يعني ضرورة تشافي طفلك الداخلي، لأن تجربتك الأرضية مع أطفالك جاءت لتهيئتك للتشافي. أيضا يمكنك، لقد تحدثت في عدة حلقات عن موضوع الأطفال، كان برضو في كورس مخصص في خلال سنة 2020 سأدرس إعادة طرحه مرة أخرى بعد شهر رمضان المبارك. أيضا تحدثت عن الطفل الداخلي في ثلاث حلقات، ربما ستجد روابط الحلقات في صندوق الوصف. ستعود جلسات الطفل الداخلي بعد رمضان، سأحاول إكمال برضو سلسلة الطفل الداخلي بعد رمضان بإذن الله. حاليا يبحث الكثير أيضا من التوائم عن مخارج لهم، البعض يريد الخروج من الرحلة، والبعض الآخر يحاول إيجاد طريق له خارجا من أحداث يمر بها أو أوضاع في البعد المادي ما زالت أثارها موجودة. من المهم أن تكتب خطة خروجك، ما تمر به حاليا هو مؤقت، ومن المهم أن تقوي نفسك لأن الأوقات الجيدة قادمة. أيضا قد ترى نفسك مشتت
في طرق متفرقة، ربما هناك طريق تراه تعرفه جيدا وتعرف نتائجه وتعاملت معه، ولكن أنت أيضا تجد نفسك على مفترق طريقين لا يبدوا واضحين حاليا بالنسبة لك. تذكر أنه كل ما جلست في الطرق التي تعرفها وتبدو آمنة فلن ترى الفرص القادمة إليك. بعض الفرص قد لا تكون متوقعة، ولذلك لا تتعلق بأجندات معينة. استمع لصوت القلب حتى فيما تسأل، وخذ قرارك بقلبك بكل ثقة. كن مرنا أيضا وشجاعا بما فيه الكفاية لتأخذ تلك الخطوة. كن متيقظا، هناك الكثير من الفرص في الأماكن الغير متوقعة. نصائح للطرفين: حررا رغبتكما بالتحكم بالآخرين بالعلاقات، تراجعا إذا حدثت مثل هذه الأحداث، اجمعا نفسيكما وأعطي ذلك الحدث مساحة. حررا رغبتكما بأن تكونا على صواب، وأعطوا الآخرين أو أعطي الطرف الآخر هدية أن يكون هو على صواب. حرر رغبتك في إصلاح أحدهم، حان الوقت لتغيير في تلك العلاقة، ولن يعمل أنك تحاول إصلاح ذلك الشخص، كل شخص مسؤول عن تشافيه. استسلم لحكمة جسدك واستمع إلى رسائل جسدك عن شخص أو حدث أنت تسأل عنه. إذا كنت تشعر أنك مستنزف أو غير مرتاح فانتبه، إذا كنت تشعر أنك سعيد ومطمئن تقدم للأمام. سلم ثقتك، استسلم لثقتك بنفسك، لا تتأثر بآراء الآخرين أو ما يروه هم مناسبا أو غير مناسب، خض خطوات واثقة وكن متأكدا أنك في المسار الصحيح. سلم نفسك لسحر جمالك، تذكر أنك مخصوص ومنفرد وتستحق كل العطايا حتى بما أنت عليه الآن. حرر قلقك وتوترك وركز على تنفسك وقلبك، الله دائما معك سيرشدك. لطاقة الأنوثة، جدي نقاط تمييزك ولا تخافي منها أو بما يعتقده الآخرون. جدي المساعدة والدعم إذا احتجتي. اسألي ما هو طريقة حياتك مع توأمك. أيضا اقبل التغييرات التي تحتاجها هذه الحياة وتناغمي معها. كوني مرنة وكوني في براءتك أثناء التغيير. بالنسبة لطاقة الذكورة، من المهم أن تعمل على الثقة، ديناميكيات العلاقات، أسباب عدم عملها. ربما تلاحظ أنه في شريط مراجعاتك لاحظ العلاقات التي عانيت فيها، اسأل بمن كنت تثق وبمن كنت لا تثق، وما الدروس التي تعلمتها من خلال هذه العلاقات. أيضا من المهم أن تسأل ماذا يعني العمل الجماعي بالنسبة لك مع الآخرين وخصوصا مع توأمك. أخيرا هو يقول لها: الحب يصنع فارقا، الحب ثابت ويستطيع الصمود، ثقي بحبي لك مهما كانت التحديات، أبقي قلبك مفتوحا حتى أبقي قلبي مفتوحا، اصنعي حدود صحية وأعطي من قلبك بحرية كما كنت دائما، لأنني أحاول أن أتعلم ذلك منك. ابقي في طيبتك التي عاهدتها منك، أنا أحاول فهم كل شيء، كل ما مررنا به معا، لماذا نحن هنا وماذا أفعل بحياتي. هي تقول له: عبر عن حبك بالهدايا، لأن الهدايا هي تذكار الذي بيننا، ليس من الضروري أن تكون الهدية ثمينة، ربما مقطع أغنية أو الذهاب معا لمكان أحببناه سيملأ ذلك قلبي سعادة. الهدية بمعناها وليس بقيمتها، وإن حمايتك لي ولحبنا هو أكبر هدية. الهدية أثمن عندما تأتي من قلبك. انتهت الرسالة.